السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الثامنة من الدوري الإسباني اليوم الأحد 13/2021. متابعينا الكرام، الجولة بدأت يوم الجمعة السابقة أو الماضية 1/10/2021. اليوم إليتشي فاز على سيلتا فيجو 1-0، إسبانيول فاز على ريال مدريد 2-1، أحرز هدافي إسبانيول راؤول دي توماس في الدقيقة 17 وأليكس فيدال في الدقيقة 60. ابو ابراهيم كريم بنزيما يحرز هدف ريال مدريد في الدقيقه 71. متابعينا الكرام، ختافي تعادل امام ريال سوسيداد 1-1، احرز هدف ختافي ساندرو راميريز في الدقيقه 40، ويورزابال تعادل للسوسيداد في الدقيقه 68. فياريال فاز على ريال بيتيس 2-0، احرز الهدفين ارنوت جرونفيلد في الدقيقه 1 الاولى من نقطه ضربه ضعف في الشوط الاول، وايضا نفس اللاعب في الدقيقه 69 يسجل الهدف الثاني لفياريال. غرناطه فاز على اشبيليه 1-0، احرز الهدف روبن روتشينا في الدقيقه 25. الجوله زي ما قلت بدات يوم الجمعه الماضيه، اتلتيك بيلباو فاز على ديبورتيفو الفيز 1-0، يوم السبت 2/10 اوساسونا فاز على رايو فايكان 1-0، مايوركا فاز على ليفانتي 1-0، قادش تعادل امام فالنسيا 0-0، واتلتيكو مدريد فاز على برشلونه 2-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني بعد انتهاء الجوله الثامنه. رغم خسارة ريال مدريد، ريال مدريد هو متصدر الدوري الإسباني في المركز الأول ب 17 نقطة. أتلتيكو مدريد المركز الثاني ب 17 نقطة، ريال سوسيداد المركز الثالث ب 17 نقطة أيضا. إشبيلية المركز الرابع ب 14 نقطة، أوساسونا المركز الخامس ب 14 نقطة، رايو فايكانو المركز السادس ب 13 نقطة، أتلتيك بلباو المركز السابع ب 13 نقطة، فالنسيا المركز الثامن ب 12 نقطة. برشلونة المركز التاسع ب 12 نقطة، ريال بيتيس المركز العاشر ب 12 نقطة، فياريال المركز الحادي عشر ب 11 نقطة، مايوركا المركز الثاني عشر ب 11 نقطة، اسبانيولا المركز الثالث عشر ب 9 نقاط، إليتشي المركز الرابع عشر ب 9 نقاط، سيلتا فيجو المركز الخامس عشر ب 7 نقاط، قادش المركز الخامس عشر ب 7 نقاط، غرناطة المركز السابع عشر ب 6 نقاط، ليفانتي في المركز الثامن عشر ب 4 نقاط، ديبورتيفو ألافيز المركز التاسع عشر ب 3 نقاط، وختافي المركز العشرين والأخير بنقطة واحدة. خلينا نتعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد انتهاء الجوله الثامنه. متابعي الكرام، متصدر الدوري ابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد متصدر الهدافين بتسعه اهداف. المركز الثاني ميكل اورزابال لاعب ريال سوسيداد بسته اهداف. المركز الثالث فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بخمسه اهداف. المركز الرابع ارنوت جرينفيلد لاعب فياريال باربع اهداف، يتساوى معه لويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد وويليان خوسي لاعب ريال بيتيس. والمركز الخامس انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد بثلاثة اهداف، وكارلوس سيلر لاعب فالنسيا، واريك لاميلا لاعب اشبيليه، واخوانمي لاعب ريال بيتيس، وماركو اسينسيو لاعب ريال مدريد، ومنفيس دبي لاعب برشلونه، وراؤول دي توماس لاعب اسبانيول، ورادميل لاعب رايو فايكانو، والنجم المغربي يوسف النصير لاعب اشبيليه، والفارو لاعب رايو فايكانو. اشترك في القناه. خلينا نتعرف الاول على ترتيب صناع الاهداف، عشان الناس بتحب صناع الاهداف. متابعينا الكرام، متصدر صناعة الأهداف أبو إبراهيم أيضا كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صنع سبعة أهداف. المركز الثاني مونيوين لاعب أتلتيك بلباو صنع ثلاثة أهداف. المركز الثاني مكرر سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو صنع ثلاثة أهداف أيضا، كذلك لاعب سانتوس لاعب فياريال. وفي المركز الثالث بقى أكتر من لاعب صنعوا هدفين، منهم ديفيد ألابا وفرينك ديونج ونبيل فقير. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.